تتبع جلسات التداول لسوق الأسهم خلال أيام عمل السوق دورة تداول محددة، دعونا نتعرف عليها أكثر. تسمى أول جلسة بجلسة مزاد الافتتاح، والتي تمتد لمدة 30 دقيقة، حيث تبدأ من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، ثم يتم افتتاح السوق للتداول المستمر من الساعة 10 صباحاً، والذي ينتهي بإغلاق السوق في تمام الساعة 3 مساءً. بعد ذلك تبدأ جلسة مزاد الإغلاق، والتي تمتد لمدة 10 دقائق من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 3:10 مساءً. وسعياً من تداول إلى مواكبة أفضل الممارسات المطبقة في الأسواق العالمية، وتلبية لحاجة المتعاملين في السوق ولمنحهم وقتاً إضافياً للتداول، جاء تطبيق جلسة التداول على سعر الإغلاق كجلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق، حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق. وبهذا تبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً لكل من السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية، بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة. ويعد تطبيق جلسة التداول على سعر الإغلاق خطوة هامة ضمن خطط تطوير وتعزيز البنية للسوق من خلال تطبيق آليات مرنة وتقديم حلول عملية تسمح لجميع المتعاملين في السوق بالتداول بعد فترة مزاد الإغلاق، كما تعكس سعي التداول المستمر إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تلبي حاجة المستثمر المحلي وتنافس على مستوى عالمي. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة مركز المعلومات لدى تداول تداول.com.sa.